ورجعوا للدوار ما هو مديري على مستوى الكلاس. دابا هنا هناك يعني اللي ما تفهمناش حنا واش كاين سوء الفهم او لا بالنسبه لديك الوثيقه اللي تجمع غادي نسحبوا ديك التعاقد هذيك الوثيقه او لديك لان التعاقد شنو التعاقد راه كاين مع اي انسان راه غير فلاح الا خدم معاه واحد النهار غير نهار مشى عنده الموقف وتلقى واحد العامل قال له تخدم معايا هذا النهار شنو غدير حاجه غدير حاجه غدير وغنعطيك مثلا 100 درهم ولا 150 درهم هذاك راه تعاقد يعني كلشي تعاقد يعني ما كاينش شي حاجه ما كاينش تعاقد تبع الله راه كاين تعاقد خلقنا من اجل باش نعبدوه وكذا والى اخر يعني تعاقد كان شفويا او كذا لان الاصل ديال العقود تكون شفويه قبل ان تكون كتابيه هنا اللي بغينا حنا توضيح بدا اول حاجه علاش مثلا هذا الى غايه الان الوزاره ما فتحاتش الاكاديميات ما فتحاتش حوار مع مع مع, مع الاساتذه الى الان ما فتحاتش ثانيا هناك كاين غموض كيقول لك ديك الوثيقه اللي غادي تجمع بينهما فيها غموض يعني بالنسبه لدوك البنود اللي كتجمع كل واحد ويعني والاختصاصات ديالو ولا الواجبات عليه انهما ما واضحاش ندرو سؤال الجواب ولا يلا جاوبي على هاد الجوج عاوتاني ونزيدو من اولا راك قلتيها مشكور ما كاينش وثيقه ما كاينش عقده كاين توظيف جهوي يعني هادو اطر ديال الاكاديميه عندهم توظيف جهوي لهم جميع الحقوق الان كنهضروا على موظفين اللي عندهم الحق باش يولجوا مناصب المسؤوليه اللي عندهم الحق باش يدوزوا مباريات التفتيش مباريات التوجيه الاداره التربويه عندهم الحق في الحركه داخل الجهه ديالهم من طبيعه الحال الاستثناء ديال الوطني كيف ما قلت في الحالات اللي يعني حالات محدده غادي يكون لهم الحل يعني كنهضروا على واحد التوظيف اللي هو اختيار استراتيجي اختارته الدوله ديالنا حنا الان دايزين الجهويه وبالتالي غادي يولي كلشي توظيف جهوي حنا علاش كنهضروا باش نرجع للوثيقه ولا ماشي الوثيقه هذه كانت السنه الاولى ومن بعد تم التخلي عليها والكل الان موظف يعني بحكم الاشياء انه موظف جهوي ما كاين لا وثيقه تجمع ولا ما كاينش غموض في البنود لان الانسان اللي كيقول لك انا متعاقد خص تكون عندك ديك الورقه اللي كتجمعك مع المشغل الا هضرنا بين قوسين ولكن انت موظف وبالتالي هذوك مغالطات ديال ان احنا متعاقدين ما كاينش نهائيا يكفي ان السيد الوزير صرح بها في العديد من المحطات والمنابر الاعلاميه ورسميا كيقولها في جميع المحطات ما بقيناش كنهضروا على تعاقد كنهضروا على موظفين جهويين موظفين ديال الاكاديميات وبالتالي الان البيدجي كله ديال الوزاره كيهبط للاكاديميات وبالتالي حتى الصرف ديال المستحقات ديال 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 اطر الاكاديميه متوفر جهويا والدوله راه هنا هي الراعيه وهي اللي غتوقف يعني على الحقوق وعلى احنا الدوله ماشي خرجت راسها من 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 طبيعه الحال توظيف جهوي ولكن شكون كيضمن الحق ديال هاد الموظفين راه الدوله راه حنا كنشتغلوا في واحد الاطار في دوله والا واش ما بقاش عندنا الثقه في المؤسسات ديالنا حنا المؤسسات ديالنا خصنا نفتخروا بها ونثقوا فيها لان من 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 قديم الزمان راه واخا كيكون هاد التوظيف محلي ولا جهوي في بعض القطاعات الاخرى ولكن الدوله كفيله باش تضمن الحق ديال اي موظف كيف ما كان والان غنقول لكم شيء اخر وشكرا اللي طرحتي لي هذا السؤال واحد الموظف كيدوز مباراه وكيدوز تكوين يعني الدوله كتستمر فيه كيدوز تكوين الاساس من بعد كيدوز تكوينات مستمره وكيولج الوظيفه العموميه هذا الموظف هذا استمرت فيه الدوله واش من المعقول انها غتخلى عليه باش تجيب موظف اخر عاوتاني تقوم بنفس العمليه بالاكيد ان هذا موظف كيصبح بالعكس قيمه مضافه له من الخبره وله من التجربه ما يمكنه بالعكس باش يترقى في الوظيفه ديالو وباش يولج لمحطات اخرى وبالتالي الان انا كنظن ان الوزاره فاتحه القنوات ديال الحوار انا كنقول الحوار المسؤول والحوار اللي ما نبقاوش نرجعوا هذه واحد الخمس سنوات ولا ست سنوات الى الوراء خصنا نتقدموا هاد الاطر ديال الاكاديميه يعني لهم جميع الحقوق قلت وعليهم جميع الواجبات اذا بقات داك الجوج ديال النقاط الحوار في داك النقاط راه تم يعني وحتى الطريق ديال حل المشكل صرح به السيد الوزير انه اذا كانت هناك حالات استثناء
استثنائيه فيما يخص الالتحاق ديال بعض الموظفين على الصعيد الوطني بجهات معينه سيتم التداول فيهم، وكاين حلول عده. يعني حنا الا جلسنا غير على صعيد الاكاديميه كاين حلول عده، كاين حلول التبادل، كاين حلول يعني حلول اللي غادي ديرهم الوزاره. وبالتالي الان ما كاينش هذا كنظن هذا المشكل القائم الان باش نوقفوا الدراسه ديال التلاميذ ونرهنوها بواحد المساله اللي هي في طور انها تحل، ما غاديش يرحمنا التاريخ، لان غادي تحلوا جميع هاد النقاط وهاد المشاكل كلها غادي تحل، ولكن غيبقى التاريخ عاقل على اننا فوتنا على الوليدات ديالنا واحد المحطات معينه من التمدرس، وهذا الشيء ما يمكنناش كاملين حنا كمغاربه ما يمكنناش نقبلوا به، ما يمكنش يكون الرهان هما الوليدات ديالنا، هذا فقط اللي طيب. بغينا نعرفوا واحد الفرق ما بين الاستاذ المتعاقد الذي تم التخلي عن هذه العقده واصبحنا كنتكلموا على كتكلموا الان انتم كمسؤولين على اللي الاخرى مازال كيقولوا هما اساتذه متعاقدين، وانتم كتقولوا باللي على انهم اطر اكاديميه، عافاك وضح لنا الفرق ما بينهما. اولا ما بقاش عندنا نهائيا اطار متعاقد، كانت ديك السنه الاولى وتم التخلي عنها واصبحوا اطر اكاديميه، يعني ما كاينش شي موظف دابا بهذه المنظومه اللي هو موظف متعاقد نهائيا. الفرق ما بينهما الفرق. ما كاينش موظف دابا متعاقد، دابا حنا غادي نهضروا على شيء تم التخلي عنه واصبح الكل يتمتع بجميع الامتيازات ديال الموظفين ككل. دابا الان ما عندناش ولو موظف واحد اللي غادي يقول انا اشتغل بعقده، جميع الموظفين هم موظفين الاكاديميات. يعني الان غنهضروا على شي حاجه غير موجوده. دونك هنا غادي نقولوا ربما غيرنا غير الاسم، اما الوضعيه بقات على حالها، تغيير غير الاسم فقط. هذاك السنه الاولى كانت عقده بوثيقه تم التخلي عنها، الان هما موظفين تخرج من مراكز التكوين وموظفين اللي كيتم الترسيم ديالهم وموظفين اللي كيباشروا العمل ديالهم كالنظراء ديالهم لتوظيف مع الوزاره. يعني الان ما كاينش توظيف الوزاره، دابا التوظيفات الاتيه كلها توظيفات اللي هي الاكاديميات، وحنا عارفين ان هذه العمليه بطبيعه الحال بدات في 2016، انا كنهضروا دابا على اكثر من 100,000 موظفه وموظف في اطار التوظيف الجهوي، وبالتالي حنا عارفين ان الكثير من الاطر ستغادر المنظومه، لا بسبب تقاعد حد السن ولا بسبب التقاعد النسبي، وبالتالي التوظيفات اللي غادي تجي كلها توظيفات جهويه من طرف الاكاديميات الجهويه، وبالتالي كل شيء غادي يولي في نفس مستوى التعامل مع المنظومه التربويه. وبالنسبه لديك الحركه اللي كيتكلموا عليها دابا، ممكن انه توظيف ولا جهوي بدل ما هو غيكون على المستوى الوطني، يعني ما تضحاش ديك المعالم او الطرق اللي غيمكن مثلا ديك الطريقه ديال التبادل او الحركه ما بين الجهات. نعم، دابا الان انا غير باش نوضح واحد الامر. اولا السيد الوزير صرح بها انه هذه القضيه ديال الحركه الوطنيه ما غاديش تمكن وحنا دايرين توظيف جهوي، ولكن الحالات الاستثنائيه يمكن تدارسها ونلقاو لها حلول بهذه الطريقه اللي اقترحنا فقط. يعني ما كاينش شي مشكل دابا الان، هذا هو علاش قلت القنوات ديال الحوار مفتوحه. دابا الان هذه المسائل كلها غتبقى مسائل تقنيه فقط، ما غادي نهضروا على واحد الحاله جوج 10 100 حاله كاع، غادي نهضروا عليها كيبقى هذا مشكل تقني اللي غادي يتحل ما بين الاكاديميات، وبالتالي ما كاينش مشكل، هذه غتبقى واحد العمليه تقنيه اللي غيتم التداول فيها وغيتم ايجاد الحل ليها، ما كاينش فيها ولا مشكل. حنا نهضروا على مسائل جوهريه كنا كنناقشوا الان، كنا كنناقشوا هاد الاطر ديال الاكاديميه ما عندهمش الحق في الترقيه، هاد الاطر ديال الاكاديميه ما عندهمش الحق في ولوج مناصب المسؤوليه، هاد الاطر ديال الاكاديميه ما عندهمش الحق باش يدوزوا المباريات الى اخره. كنا نناقشوا مسائل جوهريه، غنقول لك ربما هاد الاطر عندهم الحق، ولكن الحال الان هو انهم عندهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات كالنظراء ديالهم، وبالتالي كنناقشوا يعني اي حاجه غادي تسقسيني فيها كلها متوفره عند اطر الاكاديميه. الكلمه الاخيره استاذ، الله يعطيك الصحه، في حدود 30 ثانيه. شنو غنقول الكلمه الاخيره؟ انا كنقول الكلمه الاخيره غادي نرجعوا على مستوى المدير الاكاديميه ديال مكناس. شنو هي الاستراتيجيه او التدابير اللي خدها المديريه من طرف المديريه للحفاظ او يعني الخروج باقل ضرر من المشاريع ديال الوزاره في اطار تجويد التعلم خلاص على المستوى الوطني؟ شنو درتو نتوما على مستوى
المدير الكلي. شكرا لهذا السؤال. اولا غير بغيت باش نطمئن الراي العام، احنا كنهضروا على الموضوع بطبيعه الحال في شموليته، ولكن يجب التذكير على ان يعني في المديريه ديال مكناس الاطر ديال الاكاديميه ما عندناش واحد العدد كبير، وبالتالي يعني احنا نراهن على الحس الوطني ديالهم ونفتخر بهم. نحن نفتخر بجميع الاطر ديالنا، لا اطر الوزاره ولا اطر الاكاديميه، ولكن كمديريه لزاما علينا ايجاد الحلول من طبيعه الحال باش نضمنوا السير ديال الدراسه وباش نضمنوا التعلمات ديال التلاميذ وباش نقويوا القدرات ديالهم لاجتياز الامتحانات الاجهاديه. قلت ان الان يعني على صعيد العمله كاين اشتغال على اطر ديال الدعم التربوي اللي غادي تعاوننا في هذا الاطار هذا لتقويه قدرات التلاميذ، ولكن ايضا عندنا اطر ديال المنظومه التربويه اللي كيضحيو واللي كيعطيو ساعات اضافيه لهاد التلاميذ باش ما يفوتوش عليهم الدروس. ايضا انا الان مازال كنقولها المشاريع ديال المنظومه التربويه كلها منزله بالشكل الصحيح، ونشتغل على تجويدها فيما يخص التعليم الاولي مع المجتمع المدني بطبيعه الحال، فيما يخص التربيه الدامجه، فيما يخص التربيه غير النظاميه للجيل الجديد، فيما يخص توسيع العرض المدرسي، التعليم الخصوصي الى اخره. هما عده مشاريع بطبيعه الحال اللي كنشتغلوا عليها واللي عندنا شركاء داعمين واللي كينزلوا معنا هذه المشاريع بالشكل الصحيح. ولكن قبل ان انهي كلماتي كنقول لجميع الاطر التربويه والاداريه، انا اراهن عليكم لانجاح الموسم الدراسي، وانا على يقين انكم غادي تغلبوا المصلحه الفضلى للتلاميذ، لانكم اولا واخيرا انتم مواطنين وانتم اهل التربيه وانتم رجال التربيه، ورجال التربيه بطبيعه الحال ما يمكنش يفوتوا المصلحه ديال التلاميذ، وما يمكنش يعني يخليو يدوز هذا الموسم الدراسي بدون الرجوع الى الاقسام ديالهم وبدون الرجوع الى الحضن ديال المؤسسه التي تحتضنهم والحضن ديال الوزاره التي تحتضنهم. طبيعه الحال هم اطر ديالنا ونفتخر بهم. شكرا. شكرا.